بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور. وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله، وأخرج ابن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يتقي الله عبد حتى يخزن من لسانه. وأخرج الإمام أحمد رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة عبد، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث عظيم، لأن جل بلايا الإنسان التي تخدش الإيمان هي من اللسان. فإذا اشتغل اللسان بطاعة ربه وبذكره الذي يقربه إليه سبحانه، لا يجد وقتا حتى يدخل اللسان فيما لا يعنيه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، والحكيم الترمذي رحمه الله في نوادر الأصول، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما في المؤمن بضعة أحب إلى الله من لسانه. به يدخله الجنة. وما في الكافر بضعة أبغض إلى الله من لسانه، به يدخله النار. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تنطق فيما لا يعنيك، وأخزن لسانك كما تخزن درهمك. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد في الزهد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: أكثر الناس ذنوبا، أكثرهم كلاما في معصية الله. وأخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثر الناس خطايا، أكثرهم خوضا في الباطل. وأخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وأخرج ابن عدي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يرضي امرأته، وفي الحرب تخفيفا على المؤمنين، وفي صلح بين الناس. وأخرج البيهقي عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الكذب لا يصلح إلا في ثلاث: الحرب فإنها خدعة، والرجل يمرضي امرأته، والرجل يصلح بين اثنين. قالوا: لأن حقيقة الكذب الإخبار بخير الواقع إلا إذا كان في مصلحة راجحة، فإن هذا يخرجه عن حد كونه كذبا إلى حد كونه إصلاحا. ففي الحرب تمويها وتخفيفا على المؤمنين، فإن الحرب خدعة، والرجل يرضي امرأته بكلام مليح وقد يكون المعنى في قلبه على خلافه، والرجل يصلح بين اثنين تخفيفا بينهما حتى يقارب بينهما في وجهة النظر. وأخرج البيهقي عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب لامرأته لترضى عنه، أو إصلاح بين الناس، أو يكذب في الحرب، لأنه لا يجوز الإدلاء بمعلومات المقاتلين من المؤمنين، فإن في هذا خيانة للمسلمين جملة. وأخرج الإمام البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل ابن آدم شيء أفضل من الصدقة وصلاح ذات البين وخلق حسن، اللهم ارزقنا إياه. وأخرج الإمام البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين أو صلاح ذات البين. وأخرج البيهقي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، ألا أخبرك بما يعظم الله به الأجر ويمحو به الذنوب؟ تمشي في إصلاح الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا، فإنها صدقة يحب الله تعالى موضعها. وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والبيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. وأخرج البيهقي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يرضى الله ورسوله موضعها؟ قال: بلى. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع محمد بن كعب القرضي، فأتاه رجل فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلحت بين قوم. فقال محمد بن كعب: أصبت لك مثل أجر المجاهدين. ثم قرأ قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله: ومن يفعل ذلك تصدق أو أقرض أو أصلح بين الناس. وأخرج أبو نصر السجي السجزي في الإبانة عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل علي في القرآن: يا أعرابي، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا أعرابي، الأجر العظيم الجنة. قال الأعرابي: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دعاني معاوية رضي الله عنه فقال: بايع لابن أخيك. فقلت: يا معاوية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فأسكته عني. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله في قوله: نوله ما تولى من آلهة الباطل. وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك رحمه الله قال: كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر فيما خالفها. من اقتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأخرج الإمام الترمذي والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة، فمن شذ شذ في النار. وأخرج الإمام الترمذي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله أمتي، أو قال هذه الأمة، على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة. قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. أخرج الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن المنذر وابن أبي حاتم، والضياء في المختارة عن أبي بن كعب، في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: مع كل صنم جنية. وأخرج عبد، أي عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر، عن أبي مالك في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: اللات والعزى ومنات، كلها مؤنث. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، يقول: يسمونهم إناثا، لات ومنات وعزى. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: موتى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح، مثل الخشبة اليابسة ومثل الحجر اليابس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رحمه الله قال: إلا إناثا، قال: ميتا لا روح فيه. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن الحسن رحمه الله قال: كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونها، يسمونها أنثى بني فلان، فأنزل الله: إن يدعون من دونه إلا إناثا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك رحمه الله في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال المشركون: إن الملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، قال: اتخذوا أربابا وصوروهن صور الجواري، أي الإناث، فحلوا وقلدوا، وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله، يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. وأخرج عبد بن حميد عن الكلب عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ هذا الحرف: إن يدعون من دونه إلا أنثى، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، قال: مع كل صنم شيطانا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: إلا إناثا، قال: إلا أوثانا. وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ
يدعون من دونه إلا أوثانا. ولفظ ابن جرير كان في مصحف عائشة رضي الله عنها يدعون من دونه إلا أوثانا. وأخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون من دونه إلا أنثى. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان رحمه الله في قوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا يعني إبليس. وأخرج عن سفيان في قوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا قال ليس من صنم إلا فيه شيطان. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى مريدا شيطانا مريدا قال تمرد على معاصي الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا قال هذا قول إبليس. نصيبا مفروضا يقول مع كل 1999 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رحمه الله في قوله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا قال يتخذونها من دونه ويكونون من حزبي. وأخرج ابن جرير عن الضحاك رحمه الله في قوله نصيبا مفروضا قال معلوما. وأخرج ابن المنذر عن الربيع بن أنس في قوله تعالى لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا قال من كل 1999. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. قال دين شرعه لهم إبليس كهيئة البحائر والسوائب وهي أوصاف لإبلهم يجعلونها لشياطينهم أو أصنامهم. كل ذلك تشريع بلا شرع وإلزام بلا ملزم وإنما هو من الكهانة أو من الشيطان أو من إبليس. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رحمه الله في قوله فليبتكن آذان الأنعام قال التبتك في البحيرة والسائبة. كانوا يبتكون أي يخرمون آذانها لطواغيتهم. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك رحمه الله فليبتكن آذان الأنعام قال ليقطعن آذان الأنعام. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله تعالى فليبتكن آذان الأنعام قال ليقطعن آذان الأنعام. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي رحمه الله في الآية قال أما يبتكن آذان الأنعام فيشقونها فيجعلونها بحيرة وهي معلومة من الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الإخفاء وقال فيه نزلت ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والعلماء في ذلك على قولين الإخفاء لغير حاجة حرام والإخفاء لحاجة معلومة شرعا تعود بنفع على العباد فهذا مباح لا شيء فيه. وخاصة كما تعلمون أيها المستمعون الكرام أن رعاة الإبل
يخصون دابة يسمونها المرياع، وهي التي تعين الراعي على قيادة الغنم، ففيه مصلحة راجحة. إذا فعل ذلك استعان به على سير الغنم، فإن سير الغنم شاق لا يسير إلا بتربية المرياع بقرب الحمار. فإذا سار صاحب الحمار سار المرياع، وإذا سار المرياع سارت الغنم. وكذا يقال إذا وقف صاحب الحمار وقف المرياع، فإذا وقف المرياع وقفت الغنم. بهذا يستطيع الراعي ويهون عليه قيادة الغنم بهذه المصلحة، ولا يتم هذا إلا بإخصاء شاة تعيش بقرب الحمار حتى يألف الجوار، وهذا طبع معروف في الغنم. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كره الإخصاء، وقال فيه نزلت ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولفظ عبد الرزاق رحمه الله قال من تغيير خلق الله الإخصاء. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال إخصاء البهائم مثلة، ثم قرأ ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وأخرج عبد بن حميد من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال هو الخصاء. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال هو الخصاء. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم، قال ابن عمر فيه نماء الخلق. وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح وإخصاء البهائم، أما صبر الروح أن تجعل لترمى بسهام وهذا حرام وإخافة للبهيمة وتعذيب لها، وإخصاء البهائم لغير حاجة حرام، بل قال العلماء ذبح البهيمة لغير حاجة راجحة للإنسان لا يجوز، ولهذا القتل اعتداء لا يجوز. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن إخصاء البهائم ويقول هل إنما هو إلا في الذكور، بمعنى انتشار الذرية. طبعا هذا في الكل، ولكن في واحد أو اثنين لحاجة لا بأس به. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن شبيب أنه سمع شهر بن حوشب قرأ هذه الآية في قوله تعالى فلا يغيرن خلق الله قال الخصاء منه، فأمرت أبا التياج فسأل الحسن عن خصاء الغنم قال لا بأس به. هذا من باب تطيب لحم البهيمة، وهذه حاجة وليس في الكل، والحاجة محصورة وهذا لا إشكال فيه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة رحمه الله في قوله فلا يغيرن خلق الله قال هو الخصاء. وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر أنه كان يكره الخصاء ويقول ونماء خلق الله تعالى. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عكرمة رحمه الله أنه كره الخصاء قال فيه نزلت ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عروة
أنه خص بغلا له، قال هذا لحاجته وللركوب عليه وللعمل عليه، فهذه حاجة خاصة ليست على الإطلاق. وأخرج ابن المنذر عن طاووس أنه خص جملا له ليكون مرعاعا لإبله، وهذا شيء معروف. أما الخصاء لكل البهائم مطلقا من غير حاجة حرام. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه سئل عن خصاء الفحول فقال لا بأس، لو تركت الفحول لأكل بعضها بعضا. وهذا شاهد أن الذين قالوا بالجواز هم الفقهاء الذين نظروا في الحاجة حصرا، ومن باب فائدة راجحة تعود على الإنسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.